يعد صيام يوم عاشوراء مستحبا فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجر صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله تعالى، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ورتب الله سبحانه وتعالى على صيامه الأجر العظيم، فصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء لما له من المكانة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. مراتب صيام يوم عاشوراء. لقد أشار أهل العلم والإسلام إلى أن صيام يوم عاشوراء له مراتب عدة في الصيام، ولكل مرتبة ثواب عند الله تعالى، وذلك على النحو التالي: أن يتم صيام يوم قبل عاشوراء ويوم بعد عاشوراء، أي صيام ثلاث أيام هي التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم، وتلك هي أكمل المراتب وأفضلها. ثانيا، صيام يوم التاسع والعاشر فقط من شهر محرم، أي تاسعاء وعاشوراء، وهي مرتبة حسنة. ثالثا، صيام يوم واحد فقط وهو يوم العاشر من محرم، أي يوم عاشوراء فقط، وهذا أقل ما تحصل به السنة. سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء. وأما سبب صوم النبي عليه الصلاة والسلام ليوم عاشوراء وحث الناس على صومه، فهو ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أما قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم، يعني هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. قوله فصامه موسى زاد مسلم في روايته شكرا لله تعالى فنحن نصومه، وفي رواية البخاري ونحن نصومه تعظيما له. قوله وأمر بصيامه، وفي رواية البخاري أيضا فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. ما هي الذنوب التي يكفرها صوم عاشوراء؟ تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد بها الصغائر، الله أعلم. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. قال النووي رحمه الله: يكفر صيام يوم عرفة كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافقت أمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. انتهى من المجموع شرح المهذب. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعشراء للصغائر فقط. انتهى من الفتاوى الكبرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم، فالدال على الخير كفاعله. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله.